السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات سحب الموقع الاستثمار اللي احنا ودعنا فيه الوديعة التانية ب163 روبل. نخش على بنك الباير، هنلاقي آخر حاجة عندنا 1 روبل و85 سنت، وهنحط هنا رقم الحساب رقم المحفظة، وهنحط هنا المبلغ. وهنعمل طلب سحب. زي ما انتم شايفين السحب تم بنجاح، الموقع مفهوش اي حاجة اهو. نخش على بنك الباير نعمل ريفريش اهو، المبلغ وصل اهو 161 بعد عمودة الباير. كده الموقع صادق لحد الان وشغال. اللي عايز يشتغل على الموقع ما يشتغلش غير على الخطة اللي هي ب111 الخطة الاولانية ويجرب فيها، وانا شغال عليها وديعتين والحمد لله شغال كويس ومفيش اي مشاكل. وكده اكون انتهيت من الشرح، ياريت تدعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.